حدود ملتهبة على مدار الساعة وسماء ملبدة بالصواريخ والطائرات مع تصريحات نارية تكاد لا تتوقف من الجانبين، ولكن ناقوس الحرب الواسعة لم يدق بعد. فلماذا لم تشن إسرائيل حربا واسعة على لبنان رغم أنها لا تتوقف عن التهديد بذلك؟ أسباب عديدة تمنع إسرائيل من شن حرب واسعة على حزب الله في لبنان كشفت عنها صحيفة معاريف الإسرائيلية، حيث ذكرت أن شن إسرائيل لحرب في الجبهة الشمالية يحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية حول عمليات القتال وطبيعتها. ففي الوقت الذي ترى فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه من الضروري شن عملية واسعة النطاق في لبنان لضرب حزب الله وصناعة واقع جديد على الأرض، تمتلك القيادة السياسية أفكار أخرى تشمل تصفية كبار المسؤولين في حزب الله، وهو ما يحدث على أرض الواقع. فما هي العقبات التي تمنع إسرائيل من توسيع نطاق القتال؟ أولاً، الحرب على قطاع غزة، حيث لم يكمل الجيش الإسرائيلي مهمته في القطاع بعد، وما تزال قواته تتواجد هناك بكثافة، إذ لم تستطع حتى الآن أن تصل لأكثر من 100 أسير إسرائيلي، كما أنها ما تزال عاجزة عن تحقيق الهدف الأهم في الحرب، وهو هزيمة حماس هزيمة مطلقة. ثانياً، الجيش الإسرائيلي غير مهيئ لحرب طويلة تمتد لسنوات، حيث أن استمرار الجنود في القتال وسحب المزيد من الطاقة والموارد سيكون على حساب القطاعات الإسرائيلية الأخرى التي تعاني منذ بداية الحرب على غزة. ثالثاً، غياب عنصر المفاجأة. فبعد 11 شهراً من القتال بات من الصعب احتفاظ إسرائيل بعنصر المفاجأة في الهجوم، يضاف إلى ذلك فقدان إسرائيل للشرعية الدولية التي تهيئ لها الأجواء لشن حرب واسعة على لبنان، لا سيما مع انشغال الولايات المتحدة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث يحتاج الهجوم على لبنان إلى رسم خطة محكمة بالتعاون مع أمريكا والمجتمع الدولي في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى وضع استراتيجية مناسبة لتأهيل المناطق الشمالية التي باتت مستوطناتها فارغة واقتصادها على شفا الانهيار، بينما تتفشى فيها أزمة اجتماعية تتمثل في رؤية السكان أن إسرائيل تخلت عن الأراضي الشمالية. برأيك، هل هناك أسباب أخرى تمنع إسرائيل من شن حرب واسعة على لبنان؟